يا ابن الحلال شوف شو وضع امك. سيادة الرائد، انت كنت ضابط سابق، بتعرف شو يعني تعليمها؟ اخي بربي في امان عليك، بس انت كمان بتعرف الله، يعني ما بيجي من قلبك تترك على المرأة هيك؟ كساب فيها حسنة وفوتها 5 دقائق لعند ابنها، بس 5 دقائق؟ اعذرني ممنوح. لك انت عرفان حالك شو عم تعمل؟ عرفان حالك شو عم تساوي؟ يعني اخذتوا الشاب بدون ما تقولوا ليش اخذينه؟ والله بيعلم شو عاملين فيه لحتى وصلتوه لهالمرحلة، لك استكترتوا على امه تشوفه؟ ابي مشان ما بصير، تعي تعي خليني اطلع لبرا. انا تعي مشان ما بصير، يا ابو سعد الله يخليك، الله يوصلك. تعي ما تعي.